وأخيرا جات لكم فيديو جديد. قبل كل شيء، سالفة تغيير اسم قناتي هو أني كنت أبغى قناتي تكون زي اليوتيوبر الباقيين، هو أني أضع اسم مستعار يناديني به متابعيني. قلت إحنا الحين متقدمين في القناة وأوشكنا وصل إلى 100 مشترك، قلت خليني أغيره قبل أتكبر قناتي أكثر ويصير صعب تغييره. وبكانكم مناداتي يوكي أو محمد اللي تبونه. والحين نبدأ بالفيديو. التجاهل منه نوعان، منه تجاهل تسليكي عندما تبغى تسلك لأحد لأنك ما أنت فاهم وش يقول، ونوع ثاني تجاهل أكثر شيء ينرفز بالحياة. راح أحكي لكم كم مواقف ممكن تحصل لك كشخص وتعرض للتجاهل، وهو أنك تبغى تسلك لصديقك وأنت منت منتبه له وهو يتكلم، ترجع وش تسوي؟ تحرك رأسك لفوق ولا تحت عشان تسلك له وتقول له إيه أوكي. لما تجلس مع أصحابك وهم يتحدثون عن موضوع وأنت أقول لك هذاك المعلومة اللي قالها الأستاذ الرياضيات نسيتها وش هي؟ حتى أنا ما أدري وش هي. أنا أعرف مستحيل يحدي حين يقولنا هذه المعلومة، هذاك وش مستحيل أنا أنسيها. كيف إحنا كيف نسيناها؟ وش كانت هي؟ أقول لكم أنا وش كانت هي؟ مستحيل أنسيها، مستحيل. كيف مفروض ننسيها إحنا؟ وتتعرض للتجاهل حتى يتفجر خلاياك العصبية وتقوم من عندهم. عندما يتجاهلك المعلم، هذا موقف حصل لي تحديدا. كم من الفصل رافعين ايديهم وانا معهم رافع ايدي، وقيم كل واحد وكانت اجابتهم خاطئة، وانا بكل فخر استنى يقيمني عشان اجاوب الاجابة الصحيحة. فوش قال؟ اوكي كلكم يا حسافة ما تعرفوا الجواب، راح احكي لكم اياه الحين. كيف هذا الشخص مو محسوب من الفصل صح؟ اوكي هذا شيء ينرفز تحديدا، وخاصة عندما تكون انت تكره الاستاذ هذا ويكون عندك عدوانية بينك وبينه. والحين وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسوا لايك سبسكرايب وشير المقطع لكل اصحابك وبالاخص اللي تعرفهم. اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.